يا صباح الخير عن جديد. أما هلأ رح نبدأ بأولى فقراتنا الصباحية، رح نحكي فيها سلمى عن التنمر. التنمر مثل ما بنعرف من الظواهر الخطيرة اللي انتشرت كتير بالمدارس وعلى المواقع الإلكترونية، قديش بتسبب اضطرابات نفسية للأطفال وبتأثر على سير العملية التدريسية، وأكيد للأسرة دور كبير بانتشار هي الظاهرة. هذا الشيء بيرجع نتيجة التربية الخاطئة، لأنه دائما الأهل بيأمنوا الحياة الكريمة لأطفالهم وبيندفعوا لتأمين الحياة الكريمة لهم من مأكل وملبس، لكن بيتجاهلوا أو بيتناسوا الأمور الأهم اللي هي التربية الصالحة ومتابعة أطفالهم بشكل دائم. يا سلمى، أكيد ليلى، ويمكن التنمر هو مصطلح جديد ظهر حاليا، صار له تقريبا 20 سنة وأكثر، صار معروف بمشكلة التنمر، ولكن هو معروف سابقا وكان بيمارسه عدد كبير من الأطفال، وإما بيكون بالإيذاء الجسدي على أحد الأطفال بالمدارس أو بالإيذاء اللفظي، وبكلتا الحالتين التنمر هو مشكلة العصر فينا نقول اللي انتقلت وأيضا لبست ثوب التكنولوجيا، فصلنا نشوف حملات من التنمر الإلكتروني موجودة وغيرها من أنواع التنمر اللي هي بتأثر بالمدى البعيد على تشكيل المجتمع ككل. اليوم رح نحكي ونعرف رأي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين بهذا الموضوع، ونعرف معلومات وكيف ممكن يكون طبعا في حلول ضمن المنزل لهي المشكلة، وكيف الأهل يتعامل مع الأطفال المتنمرين. كل هالمعلومات رح تطلعنا عليها ضيفتنا اليوم بالاستوديو، الأستاذة طبعا وهي الاختصاصية في الأسرة والمجتمع، الأستاذة سلوى عرنوس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. مثل ما بنعرف أنه التنمر انتشر كتير بشكل كبير وخصوصا بالمدارس بين الطلاب، قديش بيأثر على نفسية هدول الطلاب وخصوصا ممكن يأثر عليهم دراسيا جسديا نفسيا. خلينا بداية نعرف شو هو التنمر. تمام. التنمر هو عنف لفظي أو جسدي بيمارسه طفل سواء بالمدرسة أو بمكان للعب أو بالحديقة، فبيأثر على نفسية الطفل الآخر. أكيد في أسباب حتى قام هالطفل المتنمر بهذا التصرف، يعني عادة كل مختلف بيتعرض لتنمر، يعني سواء كان لا قدر الله عنده إعاقة جسدية أو كان مثلا هو متفوق كتير، والطالب المتنمر هو شخص عم يحس يعني بتفوق هالطالب متفوق عليه، ورفض أهله إله لأنه هو ضعيف دراسيا، بتكون ردة فعل بأنه يؤذي هالمتفوق ويعطيه ألفاظ وسلوكيات يشعره أنه هو ماله بمستوى جيد مثل ما هو شايف نفسه. فكل مختلف عم يتعرض للتنمر. الشخص أو الطفل اللي عم يقوم بعملية التنمر هو ما عنده بيئة بالتربية داخل أسرته هي صحية. إما هالطفل كان آخر قصة أكثر من اللازم من الدلال، فما عنده حدود، فبيسمح لنفسه أنه يوجه كلمات غير لائقة للآخرين، ما كان في أم تحدد الصح من الخطأ، أو هذا الطفل ما حدا بيسمعه، ما عنده مساحة، ما بيقدر يعبر، دائما مكبوت، ممنوع يحكي، فبيتفرغ هالطاقة كلياتها اتجاه الأطفال الآخرين أو في غياب للأم بسبب انفصال أو مشاكل. المهم إنه الأسرة جوا في مشكلة أكيد حتى الطفل عم يقوم بهذا السلوك. بالتالي الأطفال التانيين اللي عم يتعرضوا للتنمر كثير عم يعانوا نفسيا وعم يتعرضوا لمشاكل. طيب استاذ سلوى، خلينا نعرف اليوم امتى بنقول انه او كيف الام ممكن تعرف انه طفله عم يتعرض للتنمر، وخصوصا نعرف كثير اطفال بيحاولوا اخفاء هذا الموضوع لخوفهم من انه هن يقولوا قدام الناس او حتى يقولوا قدام الاكبر منهم انهم تعرضوا للتنمر، وايضا الطفل المتنمر. تمام. كيف ممكن الاهل يعرفوا انه هن عندهم طفل متنمر بالبيت؟ تمام. هلا اول شيء، غالبا الطفل اللي بيتعرض للتنمر هو شخص انطوائي انعزالي غالبا، لانه لحتى يتنمر الطفل الثاني بده يستفرد فيه، ما حيقدر يتنمر عليه هو قاعد مع فله من الاصدقاء، لا بده يلاقي لحاله. فهذا الطفل اما لانه هو مثلا عنده التفوق بالدراسه، ما عنده التواصل الاجتماعي، ما عنده ذكاء اجتماعي، ما انتبهنا الاهل من الطفوله انه ابننا ما عنده تواصل، فبيكون قاعد لحاله. فبيمرق هذا الطفل المتنمر، شوف قاعد لحاله وبيعرف انه هو متفوق بالدراسة، بصير يعطيه كلمات إيذاء لفظي أو أحيانا حتى إيذاء جسدي، بأنه ننكشه هيك بكتفنا، نوقعه عن قصد،
والطفل اللي عنده هالانطوائية بتكون دائما ردة فعله الهروب. هون الأم دورة دائما لازم يكون في مساحة قريبة جدا من طفلي، اتعلم انه لما بيحاول يشكي لي ما اقول له انت ضعيف انت جبان تخليهم يضربوك ما بتعرف تتصرف، وما بقى يحكي لي. بدي استوعبه واسمع لطفلي، اسمع هذا الشيء اللي هو عم يحكيه. فانا لازم انتبه لثلاث نقاط. ابني ما عنده ثقه بنفسه كافيه، مو معدومه، ما عنده ثقه بنفسه كافيه، هو بحاجه لاني ارفع الثقه بالنفس. اثنين، ما عنده دعم عاطفي، انا ما عم بعطي دعم لابني، بالتالي تعرض لهي النقاط. رقم ثلاثة وهو المهم، اني لازم علم ابني انه يحكي، هذه ثقافة شكوى داخل المدرسة، انه انا لازم روح احكي للمعلمة للتوجيه انه انا في الطالب الفلاني مثلا عم ياخذ لي اغراضي او عم يحاول يوقعني، لازم، ولازم انا كمان روح على المدرسة واتحاور بهذا الموضوع لحتى نعالج مشكلة الطفل المتنمر. فأول شيء بدي أعلم ابني اللي أنا حكيت معه وعرفت مشكلته كيف علاج المشكلة. أولا بدي أرفع ثقته بنفسه لطفلي. اثنين، ما بقول له مثلا روح اضربه، يعني ما بحول المشكلة من طفل يتعرض للتنمر لطفل متنمر، لا. أول شيء لازم أعلمه أنه يتواصل بصريا بدون خوف، وأنه يحكي مع الطرف الثاني جملة ما كتير تستفزه ويهاجمه، بس أنه الشيء اللي عم تعمله على فكرة كتير بضحك أو ممل جدا عن جد، ودائما ما يقعد لحاله، فورا يقعد مع رفقاته. يعني دائما لازم علم ابني انه يقعد مع شخصين او ثلاثه، فلما بيكونوا كثره هذاك الطفل بيشعر بالضعف، ما بقى يسترجي. ورحنا وحكينا مع المدرسه، يعني قمنا بثلاث تصرفات ساهمت بانه نخلص. هلا اذا طفلنا المتنمر فاول شيء ان نتقبل، مو نقول لا لا ابني ما بيعمل هيك، هون اصعب، انت ما عم تعالجي المشكله. لازم اتقبل انه طفلي متنمر ويجي انا احكي معه. فكيف احكي معه؟ هو طبعا ما حيقول لك ايه صح انا ضربته لهذا الطالب، لا، حقول له بتصير معنا انه احيانا نشعر انه بدنا نضربه لطالب ثاني، يمكن تضايقنا، يمكن زعلانين انه هو احسن مننا بالعلامات. حلو الواحد يعترف، بدي خليه يحكي. هلا بعد ما يحكي ابني ويعترف بالشيء اللي عمله، هون انا انتبهت للسلوكيات. فكتير مهم اني ازرع فكره بذهن طفلي انه من غير اللائق انه انا اشعر بانتصاري على زميلي المتفوق عليه باني اذيه. صح، انا فيني اشتغل على حالي باني ادرس من غير اللائق انه انا بالمدرسه حقق شهره. احيانا بحب يلفت نظر انه انا موجود، فبيلفت نظر بانه هو طالب متنمر بضايق المدرسه. ايوه، ما هو ما بفكر فيها انه تنمر تماما. فأنا بدي انتبه أنه ابني بحاجة للشهرة، فأنا وجه هالشهرة على الرياضة، وجهها على أمور تانية. بشعر أنه ابني بحاجة للاهتمام، عم يعبر عن انزعاجه أو رفضه أو تذمره من أمر ما. والسلوك يعني التعامل مع الطفل المتنمر بده وقت كتير كبير. أولا بدها المدرسة تساعدني، وأنا بدي أدعم ابني وبدي أصبر، مو أتصرف بإني أضربه، لأنه أنا لما بأذيه جسديا حيروح يأذي غيري جسديا. طب بهي النقطة حكينا انه هنن الاشخاص اللي بيتعرضوا للتنمر هنن بيكونوا ضعيفين الشخصية او انطوائيين، لكن شو هي الاثار النفسية اللي بيأثرها التنمر اكثر؟ يعني ممكن هم يصيروا اشخاص بيخافوا اكثر، انطوائيين اكثر. خلينا نحكي عن هي النقطة. هلا الشخص اللي بيتعرض للتنمر بشكل دائم طبعا بصير عنده جبن اكثر من خوف، بصير عنده الانطواء على ذاته على اشد، بيوصل لمرحلة إنه الاعتداء عليه بزيد وبيخاف يحكي، بيوصل لمرحلة ما بده يروح على المدرسة ما بنعرف ليش، أو ما بده يحكي مع هذا الطالب وبيخاف. هون دورنا نحن كأهل مشان ما يصير عنده لهذا الطفل هذا الرهاب أو هاي الفوبيات أو هذا الخوف اللي ممكن يحمله معه إلى سنوات كبيرة. ومن هيك بتلاقي أشخاص مثلا عندهم نجاح دراسي أو نجاح عملي بس ما بيعرف يحكي خاف. بدون ما يتأتأ أو ما بيعرف يعبر عن حاله، عنده خوف ورهاب. فنحن لازم ننتبه لأولادنا. وفي نقطة كتير مهمة إنه أحياناً يتورط الطفل بالتنمر، لأنه الأطفال المتنمرين بيستهزئوا بالطفل اللي ما بيرضى ينضم للشلة المتنمرة، وخوفه من انه يكون منبوذ ليلى عم تضحك او انه مرفوض لكات متنمره هي لا ابدا لانه هي القصص كثير بتصير، خصوصا انه لازم تكون معنا مثل ايوه تمام. من خوفه ومن خوفه انه يصير منبوذ، لانه هو اذا ما كان معهم
فبيتحول التنمر عليه. من خوفه انه يكون منبوذ ومن خوفه انه يتعرض لها المشاكل ينضم الى فئه لا تشبهه راسه. تماما. وبيصير هو متنمر. مين اللي ما بينضم للمتنمرين؟ الطالب النيرد اللي زعجهم كثير، اللي هو بس مركز على دراسته، والطالب المختلف. مثلا احنا بنلاقي طفل اهله ما بيعطوا موبايل، اهله لقوا انه هالموبايل شيء سلبي انه نعطيه. تماما. الكل بده يتنمر عليه لانه ما معه موبايل. يعني بدل ما انه نحن نغار الشيء الايجابي بنصير منهاجمه. فكتير مهم ننتبه انه نحن لما ابننا بيكون مختلف، هي النقطه اللي نحن بدنا نوجهها للاهل. اذا انا ابني لا قدر الله عنده اعاقه او مثلا اقصر من جيله او نحيف كثير، عنده ايوه عنده شيء معين خليه مختلف، فانا فورا استوعب انه هذا الطفل رح يتعرض للتنمر، فكون عم بعطيها الثقه بنفسه وهالباور. انا احد المواقف اللي مرت خلال الاستشارات، طفله صف تاسع، لكن هي يعني يافي على كثير، يعني حجمها كثير ناعم، فهي بتبين اصغر من عمرها. فكانت تتعرض انه يقولوا لها قصيره، قزمه، تتعرض لكلمات وشعرت انه هي ابدا ما لها حلوه، ما لها مقبوله، صارت حتى تخاف ترفع ايدها بالصف. فتخيلي انه نحن كيف التنمر بياثر على نفسيته. فانا بس يكون ابني مختلف، فدائما مثلا عندي طفل قصير القامه، طفله بنت، ففراشه، انت الفراشه، يعني اعطيها انا بقى الطاقه الايجابيه تجاه ذاتها. فبالتالي لما بتسمع كلمه عكس الشيء اللي عم تسمعه بالبيت حتيجي تقلي، حاعرف اتصرف. بينما اذا انا ما انتبهت انه دائما الطفل ببلش من الصغر يتقارن مع الاخرين، للاسف وقت بصير يافع بصير هو بقارن حاله قبل ما حدا يقارنه. فانا انتبه لهي النقاط. احيانا بتلاقي اطفال شعرهم احمر كثير حلو، يعني هذا كثير حلو، هو قله يشعر بانه هو مرفوض ومنبوذ، بيتعرض لكلمات جدا مزعجه لون الشعر. فتخيلي انه المتنمر عنده ابداع بالالفاظ والجمل طبعا، وتطور هالتنمر وصل لتنمر الكتروني. صحيح. طيب خلينا نحكي عن عواقب التنمر. اليوم الشخص اللي بيتم التنمر عليه بكثير اوقات ممكن كرده فعل بدل ما ينطوي على نفسه يحاول انه يمتلك الشيء اللي هن شايفين انه هو ما عنده اياه، فعم يتنمروا عليه بطريقه غلط. يعني اللي ما عنده امكانيات ماليه ممكن يسرق، ممكن يتحول للسرقه بمراحل متقدمه. صبيه تغير من شكلها او تعمل شيء بنفسها لحتى هي تبطل يتنمروا عليها. تمام. وعم نشوف كثير قصص كان منبعها هو مشكله بشخصيه بالطفوله. تمام. اللي هو انه مثلا كان يتنمروا عليه فصار بعدين هي هكذا. المرحله الغير مبكره فيما بعد. الشخص اللي تعرض لتنمر، مثلا فتاه تعرضت للتنمر تجاه شكلها، فيما بعد بعد سن اليافعه عم بس تصير بالعشرين او ما بعد، بتبلش بتبالغ بالتجميل، وبرضه ما بتشعر انه هي راضيه وما بتحصل على علاقه جيده، ودائما عم تبحث عن كلمه انا مقبوله او انا كافيه. وهون جراح الطفوله اللي بيكتشفها المعالج وبنرجع فيها للاعماق وبنقدر نعالج. بعض الاشخاص كان التنمر بسبب ظروفه الاجتماعيه او فقره المادي. تماما. اما صار انسان مختلس او صار انسان سارق، بيتحول بيصير بيستشرس للاسف، وبيصير عنده الشر الكبير. المنبع الجذر كان بالطفوله، او كان هو شخص يتعرض للضرب بصير يضرب زوجته بس يكبر، كثير امور. المشكله انه هي مراحل فيما بعد، من كثر الضغط وصلنا. لهيك بنقول نحن قبل ما يوصل ابننا لهالمرحله، بيصير لهالمرحله بيكون كبر. لما بيكون كبر اذا ما هو اخذ قرار بالعلاج ما حدا بيقدر يعالجه. يعني تيجي مثلا زوجه بتقول لك زوجي بده علاج، مين قال؟ انا. هو قال لك انه بده يتعالج؟ بتقول لك لا ما فينا نعمل شيء. اذا ما هو اخذ قرار واعترف انه عنده مشكله ما فيها، لانه اذا اجت قالت له انت لازم تتعالج وعندك مشكله، بيطلعها هي الانسانه ما بيستوعب انه كلنا معرضين للاضطرابات الشخصيه. في فرق بين ان يكون مريض او مضطربه شخصيتي او بحاله للعلاج بمشكله، بيتنمر عليها وبيقول لها انت مجنونه والى اخره، بتكون هي مشكله، بصير هي عن جد بدها علاج، اضطراب فظيع سبب لها اياه. فالفكره انه الشخص بحد ذاته اذا ما اخذ قرار من داخله انه انا في مشكله عندي لازم اعالجها، ما حدا بيقدر يعالجها. نتعرض لهالقصه، بيجينا شخص بيقول له انت حاسس انه في شيء بدك تغيره؟ طالما انه فكر يجي في شيء بده يغيره، احيانا ما بيكون عرفان بالضبط
شو صاير معه. هي الفكرة اللي نحن لازم نشتغل عليها، لأنه الشخص مو سهل يعترف. حتى لما نحن منواجهه بالمشكلة بحاول دائما، أنا بتحاول تنقذ نفسها، لأن أنه لا أنا ما عندي شيء، هنن وعقلية الضحية، ونفوت أنه نحن الدنيا كلها متكالبة علينا وهي السبب اللي نحن فيه. لا، فالفكرة أنه من الطفولة ننتبه لأولادنا. أولادنا بمرحلة مبكرة من 6 شهور لمرحلة 10 سنين و12 سنة، هي مرحلة 3 سنين تتكون الشخصية. أعطي ابني الحب، أعطي ابني الاهتمام، ولكن ليس بمبالغة. يعني إذا أنا حطيت ابني وبدي يساوي شغل بالبيت، حطيته بالعرباية هو جنبي، شو يعطيته هيك نظرة حلوة، ابتسمت بوشه، رجعت كملت، هو الولد شو عطتي إحساس الأمان العاطفي للأم بتقدمه. لكن إذا أنا حطيت ابني وعم يبكي، تركته يبكي، هلأ بيسكت، أو صرخت فيه ورحت سويت الشغلة، شو عملت أنا مع ابني؟ ما عطيته لا الأمان العاطفي، خلقت عنده قلق، خلقت عنده خوف، بس يجي يحكي سكته، ما بيسمعه، بقول له كذاب. فهو مو بس حيتعرض للتنمر، حيتعرض لاعتداءات متعددة. صحيح. وما يقدر يجي يعترف لي أو يقول لي أو ياخذ مني نصيحة أو ساعده، لأنه هو ما بيشعر أنه أنا الأمان بالنسبة له. بيكون الأمان صديق، وهاتي كمان يقول لصديق. فنقطة مهمة نعرف أنه نحن مسؤوليتنا أولادنا، نحن مسؤولين عن الأمان العاطفي، نحن مسؤولين عن التوازن بشخصيتهم. ودائما أعطي ابني إحساس تقبل ذاته. المشكلة وين؟ المشكلة أنه في أهل، في أهل هن بيتنمروا على ابنهم بدون ما يشعروا. مثلا بتكون البنت صغيرة، يا الله شو حاملة، هما شوفي كيف اسمينة بنتي، بنتها عم تسمع، شو عطت إحساس أنه شكلك غير مقبول. ما كان فينا يعني بنت، البنت لما خلقت هي كانت تفتح البراد، ولا احنا كنا كل شوي كل ما تبكي طعميه طعميه لكبرنا لها معدتها وصارت تسكت عن طريق الاكل. ما انتبهنا انه السكريات الزايده ما لازم نعطيها. نحن لازم نهتم باولادنا، ما نوصلهم لمرحله في مراحل متقدمه يصلوا لا قدر الله لاصمعته. نحن لازم ننتبه لاكلهم، ما نحط السكريات، لو اضطرينا نغير نظامنا الغذائي نحن بالبيت، مسؤوليتنا المنتج هذا بخصنا حتى ما نوصل للتنمر. حتى احيانا لدور الاهل، يعني الشخص او الطفل المتنمر كمان بيكون من دور التربيه. يعني ممكن طبعاً الاهل هن قدامه بيكونوا اشخاص متنمرين تماماً. فهو اجباري بده سخريه. ايوه تماماً. هو بده يعمل هذا الشيء مثل ما عم يسمع اهله عم يحكوا، مثل ما عم يشوف اهله عم يعملوا. حتى احيانا الظروف الماديه يعني بيكون موفرين له كل شيء، فبيروح على المدرسة بيشوف رفقاته اللي هنن أقل منه مثلا، بيصير كمان يتنمر عليه. صح. أنا معي، أنا عندي، أنا باكل، لأنه مدلل تماماً. زيادة عن اللزوم، وحاطين حدود بالمعاملة. وهذا كتير موضوع تماماً. مهم. يعني الأم لما بتعطي حدود لابنها وبتحط قواعد بالبيت، إنه وقع شغلة هو بده يمسحها. حسسته إحساس المسؤولية، فاتر فيه وحكى بطريقة ندت له إنه كيف هيك ماما نحن منتصرف وأنت إنسان لبق، نحن لبقين، شفتني أنا شو مرة حكيتك مع رفقاتي. هي هي الأسلوب للأهل، بيقولوا لك إيه مو دائما أنا إلي خلق. ما بيصير مثل ما كان إلنا خلق يكون عنا هالولاد، بده يكون إلنا خلق نتابع تربيتهم. لأنه ما فيني أنا إلو عم تفهم علي ولا ما عم تفهم. طب ابني عنيد، أوكي هذا المنتج عنيد، أخذ جينات وكان عنيد، بدنا نعرف نتعامل مع هالطفل العنيد. التربية والتعامل مع الطفل أمر كتير كتير صعب ومرهق. نحن بحاجة دائما نثقف أنفسنا. يعني الأم دائما نحن بنقول احضري عبر اليوتيوب، عبر التلفزيون، عبر المحاضرات بالمراكز الثقافية، احضري كيف تتعاملي مع ابنك، كيف توصلي لتربية سليمة، وانتبهي لأي تصرف لأنه الولد بده يقلدنا. تماما. تخانقتي أنت وحدا، انتبهي شو بتحكي، بده يقلدنا. حتى المدرسة تماما لها دور كتير كبير. أكيد. بانتشار هي الظاهرة. طبعا هلا نحن بعتنا ابننا على المدرسة بننتبه في سلوكيات جديدة، في ألفاظ جديدة. هون أنا ما بقول له منين جايب لي هذا اللفظ، نحن ما منقوله، لا بيقعد إنه ليش هيك عم تحكي حبيبي، مين قال هيك قدامه، لا هي كلمة أبدا أبدا ما بتناسبنا، ما بصير نحكي هيك، أنت عرفان هي الكلمة شو بتعني كذا. أنا بعد بحاكي وعي، أما بقول له منين جايب هذا الحكي، هن بينبسطوا، بينبسطوا بأنهم يخرقوا قوانين، يشعروا أنه هن حرين يعملوا بالدنيا. طبعا هي مرحلة، خاصة هي المرحلة بده يلفت نظر ذكائي أنا كأم. وين بده يلفت نظر؟ هو رياضي نشط، دغري على رياضة. هو كتير هادي هيك، حطي أي شيء علمي. يعني أنت شوفي شو المواهب بابنك وانطلقي. في شو بيصير؟ بيشارك، بينتصر، بيعمل مثلا مسابقات، بتصوري،
خلص انت اشبعتي هالرغبه بالظهور تبع انا هون شوفوني، خلصنا بشيء ايجابي. تمام، بشيء ايجابي لان هي حاجه سلبي. هي حاجه عنده، هو حابب يشعر انه انا هون انا موجود، تكوين شخصيته هيك. طبعا يعني اكيد ما في حدا صغير او كبير الا وبيتمنى انه يكون هو تماما ملفت ويكون عنده شيء ايجابي طبعاً. الناس طبعاً. تحكي عنه، فناخده ايجابي. اليوم حكينا شوي مع حضرتك عن التنمر واخذنا شويه نصائح، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. بدنا نشكرك استاذه سلوى لوجودك معنا. شكرا شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه.